كل زيد كمان، زيد له يعني تجربة في مجال التكنولوجيا في توظيف الشباب، وأيضا الشراكة ما بين مؤسسات الدولة. على فكرة أنت عم بتسهل كتير على الناس، على الأفراد وعلى المؤسسات عندنا في الدولة، يعني في قضية أنه يكون في حلقة وصل بينهم، وبالتالي نختصر قضية المعاملات والجهد. خلينا نحكي عن فكرتك هاي، لأنها ريادة الأعمال أحد أهدافها حل المشاكل وتسهيل الصعاب في هذا الموضوع، فرح أترك أكيد الوقت لحضرتك. الله يخليك. تحكينا عن مشاريعك. تسلمي. على سيرة الشباب، يعني إحنا صراحة المؤسسات التعليمية والجامعات الرسمية عنا كان لهم دور كبير صراحة بقطاع الريادة. فإحنا مثلا وكثير من الشركات غيرنا عم نستفيد من العنصر الشبابي اللي لسه على مقاعد الدراسة كمتدربين في مختلف الجامعات الأردنية، وهذول الشباب والشابات عم بيختموا بالقطاع الخاص بشكل مبكر، بعمر مبكر، يعني بتلاقي عمره 18-19 عم بيشتغل على حاله، فهو بتدرب وعم بدرس. على سيرة الشباب، هذا يعني بيعطي إشارة على التكوين المجتمعي أو التركيبة اللي موجودة عندنا كيف عم تتطور شوي شوي بمساعدة الريادة، لأنه الريادة هي بالنهاية شركات ما بتعتمد على فرد ولا على شخص، هي بتعتمد على مكون. صحيح. ككل. الشركة اللي قمنا فيها أو الحل اللي ركزنا عليه هو تركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي بتعاني من انتظار مستحقاتها من المزودين والموردين. فبالتالي احنا بدل ما يكون في عندنا تفكير تقليدي انه دائما مدة الدفع تأخذ 90 يوم او اكثر بين المورد وبين تاجر التزئة، احنا قلنا لا، يعني خلينا نربطهم مع مستثمرين. في ناس مستثمرين بحبوا يستثمروا بفرص معينة، عندنا الفرص محدودة المخاطر، تقدروا أنتوا تسهلوا هاي الدفعات للجهات الطبية. بدأنا بالجهات الطبية بدل انتظار الطويل من شركات التأمين، ومن ثم طبعا أعطينا كمان إحنا فرصة استثمارية وعائد مقابل هذا الاستثمار في المطالبات الطبية. بنفس الوقت سهلنا على الجهات الطبية تحصيل مستحقاتها بشكل سريع، اللي هي مثلا شركات التأمين اللي بدها تاخذ أموالها مثلا من الأطباء. أنا بدي أسهلها 100%. هي بالضبط، هي بكل بساطة هي الصيدليات والعيادات بالضبط مثلا، والمختبرات الطبية ومراكز الأشعة اللي بحاجة لل يعني تحصيل مستحقاتها بشكل سريع. أكيد. فبالتالي اختصرنا هاي السايكل 90 يوم لخمس أيام. ممتاز. ووفرنا كمان فرص استثمارية. نعم، فرق كبير 100%.